السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده. في هذا الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا معايا سكين كير، العنايه بالبشره. كنعرف هذا النوع ديال الفيديوهات كيعجبوا بزاف ديال البنات، اللي منهم انا نيت، كيعجبني نتفرج بحال هاد لي فيديو هادو. اليوم غادي نشارك معكم واحد الماسك زوين بزاف، ماسك ديال الكاكاو، غني عن التعريف زوين بزاف، الفوائد ديالو كتار، اللي من بيناتهم انه كيرطب البشره، كيساعد على التخلص من البقع اللي كيكونوا عندنا في البشره، وكيعاون على تفتيح ديال البشره. انا من المعجبين ديال هذا الماسك هذا بزاف، كنستخدمه مره في السيمانه هكا. بالنسبه للطريقه ديال هذا الماسك هذا، اشنو كنحتاجو فيه؟ كنحتاجو فيه الكاكاو، معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الشوفان مطحون، ومعلقه ديال النشا. غادي نزيدو عليهم الحليب، هو باش غادي نخلطو هذا الماسك هذا، باش غنجمعو هاد المكونات كاملين. اولا الا ما عندكمش الحليب تقدروا ديروا الماء الورد، راه حتى هو زوين بزاف. ما الا ما عندكمش ماء الورد ديروا غير الماء ديال العادي، الماء ديال الروبيني. صافي كنخلطوا المكونات مع بعضياتهم كاملين حتى كيولي لنا عاقد، وديك الساعه كنديروه على البشره تكون نظيفه. غادي نطبقوه على الوجه حتى كينشف، وصافي غادي نغسلوه. غسلت بالجل موسون ديال سيغاف ديال لابو نورمال ولابو غراس، هذا اللي كنستعمل انا. وانتما تغسلوا باي جل نتوما عندكم، اولا صابونه اللي كتستعملوا الوجه ديالكم. صافي، ومن بعد غندير هاد الماسك هذا، دوك الماسكات اللي كيكونوا واجدين. هاد الماسك ديال الرمان كيساعد في الترطيب ديال البشره، زوين بزاف. هنايا كنطبقوه على البشره، كنخليوها البشره تكون من طبيعه الحال تكون نقيه، كنخليوه من 20 حتى 30 دقيقه على الوجه ديالنا. وصافي من بعد ما كنحيدوه كنديروا مساج بحال الطريقه هذه بحركات دائريه، باش كيدخل لنا هذاك السيروم في البشره ديالنا وكيساعد على الترطيب ديالها. انا الصراحه كيعجبوني بحال هاد لي ماسك هادو، اللي كيكونوا واجدين سريعين في الاستعمال ديالهم. بالنسبه لشي وحده الا كانت خدامه او لا كتقرا هكا، ولا ما كتكونش مساليه ما عندهاش الوقت باش دير لي ماسك، هادو كيكونوا عمليين وسريعين. وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى تكون الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم، واستفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو. نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.